السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدناكم نبدأ حلقتنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. والنهارده قلنا نعمل لكم حاجة مفاجأة جديدة، حاجة جديدة. اللي يسمع كلام الحليم يرفع ايده. هناكل النهارده ايه بقى؟ هناكل المغرب. احنا بناكل المغرب. انتوا عارفين طبعا ان الاكله دي لازم ان تنضرب ايه ما بين الفطار والغدا، بس احنا عملناها تيجي ما بين العشاء والغدا والعشاء. تمام. البصل اخضر وايه الدنيا جميله مش عارفه نعدوا اليوم ده. دلع نفسك، بس احنا هنعدوا ان شاء الله بمشيئه الله. ومعانا بقى الفسيخ اللي هو الصغنن خالص ده. ده تبعنا ده. ده تبعنا ده. ان شاء الله بالله انا وشك. ده تبعي. ومعانا اللي هي الايه؟ البوري. حته اسمها ايه؟ بولي. لا اسمها مش عارف كان ايه. تونه. مش تونه. هي المهم فسيخ عادي. ومعانا رنجه برضه. معانا رنجه. رنجه. تعالوا اتفضلوا معايا. بسم الله. واللي بص انا مش عايز اقول لكم الريحه دي لو بتطلع من التلفزيون كمان خليكوا تيجوا هنا. التلفزيون تيجوا هنا. استنى انا اجيبها. يا نهار ابيض. في البصل. البصل. المشكلة بالنسبة للبصل زمان ممكن اخرج. هو بس ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب اللي هيزلك كل جديد في وقتنا وحبايبنا على قناتنا الجميله يوميات محمد كابوريا. مش هتقدر تغمض عينيك خالص. وتابعونا اتابعكم. قولوا لنا بقى عاوزين فيديوهات ايه؟ يعني احنا الفيديو ده كنا محضرينه نطلع فوق على السطح، بس الجو هنلاقيه فوق خلاص. الشمس بتمشي، يعتبر هي شمس مشي. خدي غير. لسه بتمشي. لسه بتمشي. ودهب. دهب لسه صاحيه. مقريفه شويه. هو مصطفى اللي مش موجود في التين ده. طاطا ما بياكلوش اصلا نهائي ولا بيحب ريحته، عشان كده مش هو لسه ما جربوش يعني، لكن لما يجربوا انا واثق مليون المية ان هي هو هي ده هي حد هي. بيعرف يقول يعني ان هو ما يحبوش ده بي مش بينزل في المعده، ده بينزل على على طول في القلب. انا لما يغير حاجه هنطلعوا بتعذرونا. عد المرداش زورونا تجدوا ما يسركم. الله سيحة سيحة. وسط الخيال. وسط الخيال. ما تنسوش اللايك والشير والبصل. بصراحة ما بتتقومش. زاد الزبدة. الزبدة. ما بحبهاش الزبدة دي. أنا قاعدة هنا في الجنب بتقول مش هعرف آكل قدام الكاميرا فسيخ. سلاوة بيبقى كده يعني زروات. وده بيبقى حابب ايه؟ حتة الروح. خليك طبيعي، خليك طبيعي. هو بيقول لك ما تعيش الدور عليا. سكة ودغل. أنا بس عايز أطلب طلب إن أنتوا تدعوا لنا ربنا يصلح لنا حالنا في اللي إحنا فيه، لأن إحنا بصراحة بنمر بحاجات الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فدعمونا. لايك وشير ما تنساش كومنتك الجميل. اهم حاجه الكومنت. بتحفزونا ان احنا نعمل فيديوهات تاني. نحن نستمر. يا دود. دود السمكه حلوه؟ حلوه فسيخه؟ اسمها ايه؟ كل بلاش استنى. اسمها ايه؟ اعمل فسيخه. فسيخه. اسمها دهب؟ فسيخه. سيخة. سيخة. خد البطل. ويتش. حلوة. دي جميلة. قاعدة هي بتحبها. الله. جميلة جميلة. كاكا. فاتنا حبيبنا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لسه كل جديد. الأكلة دي مش هقول لكم بقى ما بتحبش الكلام كتير. بتحب التركيز. التركيز. التركيز وبس. مع كل لقمة. كيل. يوم تلاقي. بتروح في مكان تاني. لا أميجا. من كده. أما. أهو. خد. بصي منهم كده. كده. وكمان هي لازم تتاكل بحذر. بحذر. ليه؟ ليه؟ شباب ما يحشوا المصريين. احنا غسيل معدة.
عشان هي اكله اكله سمين. البصل ده في الاصل سمك املاح بقى سمك ومتخلل رمضان قصدك سمك حامض بالظبط او بايظ ماشي كده بتاكليه ما اعرفش بحبه انا ماشي بيعدل المعده طاق خلاص هيك هيك ازيك بتاكل البصل يا ريتكم معانا انا عارف ان في ناس عايزه تنط الكاميرا وتجيني محدش يعمل لنا بقى الاتيكيت والميتيكيت الاكله دي بتاعت البنات بتوعي من دول الاكله دي كتير لان هي بص خرجت من اي مود وكنت زعلان متضايق كل فسيخ وتهنى رايق والله لايك وشير وسبسكرايب احنا سامعين المغرب بيأذن اهو احنا بناكل فسيخ محدش يقول عشان ايه الناس دي بس عايز الشمس هي عايز الشمس فعلا عشان تكون من اول النهار وتفضل تتاوي بتاكل ايه ده؟ قبل ما صحينا وهم راحوا الدروس والجامعة وعملنا وراحوا جابوا ده فطرنا والله احنا جماعة لما بين الفطار والغدا والعشاء عملناه وجبة واحدة وفرنا له وفرنا لك وفرنا لك وجبة واحدة وجبة واحدة بكل الوجبات بصل اسمه ايه ده؟ ليه ما حدش عضني بالبتاع؟ انا ما بحبهاش. مش عايز اقول لك الرنجة مبطرخة حاجة بالصلاة على النبي زبدة. الله يسترك يا فسيخ. الله الله. لا ما نكش يا عبيد. عاوز ايه؟ معلق. ليه تعمل ده؟ هاكل كده. هات بس المعلقة. عشان اقول لكم بقى. بس عشان احنا ايه؟ المعلقة دي ايه ظروفها؟ شكلك هتشرب بقدونس. بالتالي العرق. بقدونس. اللي يعرف من فوائد البقدونس يكتب له في التعليقات. عشان هو مش مصدقني ان البقدونس حلو للاملاح عشان انا جنبي بيوجعني من الاملاح والبصل بقى فانا بقول لي لا يا دكتوره بقيت تكتبوا لي ان في فايده اوتو نفسي اعرف فايده اوتو كل حاجه اوتو الله يا جماعه محدش بيبص للبتاع دي ليه؟ راجلها شايفين اللي على المعلقه دي يا جماعه اه بعدين بعد ما انت حطيت على المعلقة كلها بالعيش العيش مبيتكلمش انا مطلعها اتفرج عليها بس الله ده بتاعك ليه ما تحت الفسيخة؟ محمد كابوريا مش هتقدر تخم بعد هناك والفسيخ غطى علينا انا مش عارف اتكلم هو ما فيش مجال للكلام طولي ما فيش مجال خالص ما تجيبيش سيرة الكلام اي نعم صح. على فكرة بعد ما نقفل القمر ده هتشوفوا حقول متحول بس كده لا بس عادي والله على فكره حته التسويش دي ربطاها والله ابدا والله انت ظالم ما هو طب ما انا باكل بطبق عامله كم طبق اجي طبق لا هو اثنين ثلاثه يعني انا باكل لوحدي لوحدي بالقصه سواء لوحدي لا انت بينا واحد اثنين ثلاثه انت بينا قلت انت كفايه عليك واحد اللي كفايه عليك كفايه 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 عليك مش انت اللي لسه اول رغيفين ايه طيب اه لسه وده بتاكل معايا وين وين مين حبيب بابا بابا قول له مبار اعملوا لايك
يعني حبيبه كده حبيبه متريقه عشان طبعا الاكله دي ما فيهاش احترام. مريم هنا دي فعلا بتاكل برضه بس هي من الدرس تعبانه خالص. صوتها بس معلش. اكل مش اكلتك. اكل كل كل فسيخ اسمه ايه؟ ايه؟ اسمه ايه؟ الزبدة الزبدة مش الزبدة بتاعت السمنة لا الزبدة دي ده بدي لنا هتتفرج علينا وريحتنا هتبقى ما لا ما تقلقش يعني معطل ايوه عاملة حسين عشان في ناس عايزة حسين سلام قولوا لنا نعمل ايه مع الناس اللي غنية من الاخيرها دي الناس مش سايبانا بحالنا اقسم بالله الفسيخ ده اسمها برابس دي واحد تعب سريع ماما لو اللي هم شايفيننا اللي هم مش سايبانا بحالنا نفسي اسالهم اقول لهم انتوا عايزين ايه؟ ايه؟ عينيكم معانا ليه؟ عينكم جابت اجالنا ايه؟ الرحمة حلوة لهوي أكلة متكومة حاجة مش فلوس طب بالنسبة لإن أنا بعد الأكلة دي بحب أشرب بيبسي لا هو بيقول لي البيبسي دخلي لا عشان من الإسرائيل كله من الإسرائيل ولا إيه؟ هنشربه قهوة يشربوا بيبسي يشربوا شاي أنا أشرب بيبسي بس وأنا عارف هو بيبسي السفن هو الاسرائيلي مش هشربه سفن مش هشربه بيبسي او ممكن اشربه سبرايت سفن لذيذ يا رايق عرفونا بس لو متضايق فين حبيبنا ما فيش لايك وشير وسبسكرايب فاطمة حبيبنا في كل وانت فين هتاخدي مني كل الدواء ماشي اه يا جماعة بحب البتاعة اللي هما بياكلوا منها اسمها ايه؟ يا جماعة اقسم بجلالة الله الجزة دي بقى امسكها واديك في حتة تانية خالص دي جي يا سردينة صغيرة أكاد أذوب عشقه يا نهار هي صعبة أنت تاكل ولا تاكل ولو عطشان ما بتحسش بالعطش سبحان الله اهم حاجة انت تفضل تاني احنا فعلا نطول عليهم انا مش بجي كده جعت انا بقول كده خلاص كفاية ولاحقا يشوفونا لاحقا بدل الزروزة اللي احنا فيها اكتبوا لنا بالتعليقات ايه رايكم في الزروزة دي الاكلة دي مين بيحبها مين ما بيحبهاش محدش اسمه ما بيحبهاش مين ما بيحبهاش زي ابني هو مصطفى لسه ما جربهاش بس انا واثق مليون مليون اللي هو لو جربها على اقتناع هيحبها. انا مصطفى سلام. مريم. تعالى عشان انا هقول للجماعه ايه؟ ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ليصل على كل جديد. وانتظرونا في فيديوهات تانيه جديده حصري من البيت المصري. واحنا نكمل بقى معانا. Bye.